كره بقى جاد محمود جاد محمود جاد لقطه محمود جاد يا جماعه لو معانا احنا عندنا لقطتين لقطه لمحمد بسام محمد بسام ومحمود جاد وعبد الله سعيد جابها جول مع النادي الاهلي كنت انا موجود ولقطه لمحمود جاد محمد بسام رجع كل المسافه بظهره فالكره سبقته محمود جاد رجع بوشه ولكن بيبص على الكره بيبص على الكره وبعدين عدل جسمه وطلع الكره بجر زي بتوع الطايره هايله دي اعجازيه عمره ما في جون ما في مدرب بيمرن حارس المرمى انه يطلع الكره بجر بالشكل اللي محمود جاد طلعها بيه ولكن دي لحظه يعني الفطره طلعها يعني ده واحد موهوب صح دي تدل ان عنده موهبه صح. والموهبه ظهرت في يعني ظهرت في لحظه انما هي كره طبعا هنجيب اعجازيه هنجيب وطبعا لو انت فاكر وسائل الاعلام الاوروبيه اتكلمت عليها كره كانت غريبه وكانت كره فيها يعني اعجاز بالنسبه لمحمود جاد يعني من حاجات العظيمه جدا بالمناسبه قبل ما نجهز الحالات انت بقى شايف مين كان افضل حارس عجبك الموسم ده يعني شايفه من الحراس اللي انت انبسطت ان انت بتتفرج عليهم كحارس مرمى انا عن نفسي بحب صبحي بصراحه محمد صبحي بحب اتفرج عليه لان هو صغير يعني ف زينا بالظبط فانا ببقى دايما حاطط في دماغي ان زي ما صبحي قدر يلعب وينافس على منتخب مصر ما شاء الله فدايما ببقى شايف ان انا ممكن اوصل لده لو خدت فرصه وشاركت يعني فانا بحبه بيدي الامل بالظبط بس ايه المميز في محمد صبحي يعني انت كحارس مرمى بتشوف ايه فيه مميز شخصيته وقيادته للعيبه اللي معاه لان هو كان معاه لعيبه كبيره سنين في الدوري الممتاز يعني عبد الله بكري ومودي ورامي صبري لعيبه كبيره كلها فالخط الدفاع لما يبقى قدامي ناس بقى لها اكتر من ما شاء الله يعني 10 15 سنه في الدوري الممتاز واقدر ان انا ابقى مسيطر وشخصيتي ناس موجود بعرف ادير المباراه من ورا ف يعني دي حاجه كبيره مش حاجه سهله انت اشتغلت مع محمد الشناوي طبعا في النادي الاهلي محمد الشناوي من اكتر المواسم اللي تعرض فيها لبعض الانتقادات رغم انه اخطاء ما كانتش يعني مش كارثيه لا كان في اخطاء طبعا كبيره بس مش كثيره يعني مش اخطاء كثيره ورغم كده الناس حملت احيانا كتير محمد الشناوي وقالت له ان المستوى قل رايك يعني مش كتير طبعا بس هو عشان النادي الاهلي دايما اي خطا فيه مؤثر بس ده ما يديش اي انديكيشن لاي حاجه هو محمد الشناوي يعني في حته تانية غير يعني هو فعلا في حته تانية يعني حارس مرمى كبير جدا مختلف يعني انا عشان اتمرنت معاه يعني قعدت معاه فتره موجود معاه في النادي بشوف هو بيعمل ايه كل يوم اسلوب تمرينه والجيم بتاعه اداءه مركز هو يعني غير فمش معنى ان انا في اخطاء وبعدين برضو حصل حاله يعني هلك كبيره جدا النادي الاهلي قاعد يلعب بطولات ورا بعضيها ويخش في الدوري ويخش في الكاس يرجع من افريقيا يلعب كاس عالم الانديه فكل ده اجهاد يعني الواحد ممكن يعني لما لعبت ما لعبتش كتير لعبت في الاخر الماتش فعلا مجهد خصوصا لما بتلعب مثلا في افريقيا ولا بتلعب كاس عالم الانديه ضغط عصبي ونفسي مش طبيعي لان انت مضطر 90 دقيقه تبقى يعني واقف على ضوافرك زي ما بيقولوا مركز قوي طيب كابتن طارق محمد الشناوي عايز استاذنك يعني عشان برضو ايه لازم ياخد حقه لان في الفتره الاخيره قبل ما احنا نروح بثلاث اربع خمس ماتشات بدا يلعب ابو السعود مع نادي المقاولين العرب كان طبعا. عنده اصابه وبدا يلعب قبل ما احنا نروح باربع خمس ماتشات وبعد ما احنا رحنا لعب في الاخر حوالي 10 مباريات من افضل حراس مرمى موجودين في الدوري في اخر الدوري في اخر 10 ماتشات ومحمود ابو السعود المقاولين العرب طلع كور يا كابتن كريم اعجازيه بالذات في اخر يعني في مباراه الاتحاد كان له كره اعجازيه في الشوط الثاني كان ممكن تبقى تعادل في مباراه الجونه طلع كره صعبه جدا 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 بعتبرها كره اعجازيه برضو حتى في مباراه المصري امبارح له تصدي صعب جدا 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 صح فمحمود ابو سعود واحد من الحراس اللي تألقوا في ختام الدوري قبل ما احنا نروح كمان مع كابتن محمد يونس ولما احنا نروح نكمل التألق عظيم لقطه محمود جاد هي هتبقى معانا هي اللقطه اللي انت بتقول عليها لقطه اعجازيه عشان انت كنت عايز تقارنها بلقطه محمد عواد هاتوا لنا يا جماعه اللقطه بص هنا طبعا في هتالي بقى من الاول برضو عشان نتكلم عليها بص هنا بقى اقف بقى هنا كده اقف 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 لا هنا بقى ممكن طبعا محمود جاد هنا في خطا من محمود جاد ايه هو الخطا يا كابتن كريم الكره دي هل هو لو استنى جوه ال 18 هياخدها قبل المهاجم ولا المهاجم هياخدها قبله مليون المية صح. مستحيل فهنا كان في تسرع محمود جاد انه يستعجل ويطلع يلعب الكره بدماغه من المكان ده صحيح يبقى ده رقم واحد عشان بس ايه ما يبقاش هو طبعا ايه لو المهاجم قريب هو لو استنى والكره دي اتطبط هتخش جوه ال 18 وهيمسكها تمام يبقى هنا في خطا من محمود جاد في الاول مظبوط تعالى بقى العب روح امشي بقى كمان امشي
الراجل طبعا طار بدماغه زي ما انت شفت كده. بص اول حاجه عمل اول حاجه عملها رجع سبرنت بوشه. وبعدين هنا ابراهيم حسن حطها. بص هو هنا بيعمل ايه؟ بيجري بس عينه فين يا كابتن كريم؟ عينه على الكوره. امشي بقى كمان امشي كمل 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 كمان. هو شايف الكوره اهو بيجري بميل وعينه على الكوره. كمل كمل كمل. بص هنا بقى بدا يعمل ايه؟ عمره ما يقدر يطلعها غير كده. جاهز طلعها بجر زي ما بقول لحضرتك زي بتوع الطايره بالظبط. واحده من احسن التصديات اللي شفتها. تصدي فطره في فطره في موهبه لان دي مش ممكن ابدا ان انا في مدرب صح يجيب كوره ويحطها في المسافه دي كده وهو يطلعها بجر بالشكل ده. صحيح. طبعا بيطلعها بالعكسيه. انما طبعا الكوره خلاص سبقته فما كانش ينفع يطلعها انه لازم يعمل زي ما طلعها كده يطلعها. وبعدين هو عمل ايه؟ دخل جوه المرمى. هتاخد الورقه دي معاك احمد، خلي الورقه دي معاك وبعدين هنعمل حركه حلوه قوي دلوقتي.